السنه 2018 كنتمنوا نودعوها باحزانا بمساوئها، ودخلنا 2019 ناخذوا الحق ديالنا اللي هو في مدينه الرباط. مدينه الرباط اللي هي المدينه الاصل، المدينه الام اللي حنايا ما جيناهمش من شي مدينه اخرى، وكنقول لهم عطيونا مدينه الرباط. حنا في الاصل ساكنين في مدينه الرباط. هاد الناس ملي جاوا تيحولوا لمدينه الرباط يقول لك العقار ما كاينش. العقار موجود، تلاحظوا الناس صونفين اللي مقابله مع لاكار في اكدار كانت مخوله لدوار القرعه، تلاحظوا بانهم تبنات فيها شقق فاخره لصحاب الفلوس، ماشي الناس الدراوش. الناس الدراوش يلوحوا من العروبيه، اش وجدتوا لهم في العروبيه اللي لحتوا لهم؟ لا بنيه تحتيه، لا طرق، لا طاكسيات، لا طرق. اغلبيه كيعتمد على الطوبيس والطاكسيات. ديتهم لتجزئه بعاد، تجزئه بعاد راه داروا لصحاب الطوموبيلات اللي قادرين يتنقلوا من مدينه لمدينه، ماشي الناس الدراوش. هذو الناس راه كيفيقوا مع الخمسه الصباح، كاين اللي الفام دميناج، كاين الناس خدامين في المارشيات، كاين اللي هذا الشيء ما راعاوش ليه، ما داروش شي مقاربه اجتماعيه. وقالوا هاد الناس منين غايجيبوا باش يخلصوا وباش غيتنقلوا، هما ما راعوا، هما خاصهم الهدف يخوكم مدينه الرباط. راه نهار جات اعاده الايواء المدن بدون صفيح، راه قالوا مدن بدون صفيح، راه ما قالوش مدن بدون سكان الصفيح. حنا راه متشبتين بهذا الحق، حقنا في مدينه الرباط غنضلوا ناطلوا عليه حتى اخر رمق، لان هذا حق مشروع ديالنا، وحنايا اولى بمدينه الرباط من البراني. عوض البراني يدخل مدينه الرباط ويشري بفلوس والدراويش يتلاحوا، هذا راه عيب وعار على دوله المغرب ان الدرويش يموت فيها واللي عنده الفلوس هو اللي يعيش فيها. الدوار عاش بغينا العاصمه، وشكون حنا الدوار عاش بغينا العاصمه، وشكون حنا الدوار عاش بغينا. اسم محمد راشد داري من سكان دول القرعه. نحن اليوم نناضل قرابه سنه، حنا 100 سنه حنا ساكنين في دوار القرعه. دوار القرعه عرف عده سيناريوهات ديال اعاده الايواء عاد الحسن الثاني الله يرحمه، ولكن السلطات ما عرفناش علاش ما نفذتش هذيك المشاريع، وكاين باقي واحد الاثار ديال حجر الاساس، توضع حجر الاساس ورغم ذلك ما تنفذش المشروع. جا العهد الجديد منين طلق البرنامج ديال المدن الوطني مدن بين الصفيح 2004، تم وضع مشروع بين يديه صاحب الجلالة، وضع المشروع بين يديه، لأن هاد الناس ديال دول القرعة مع واحد السكان ديالنا هذا المشروع جاهز وقابل للإنجاز. فلا يعقل بأن مشروع يتقدم صاحب الجلالة ما غيكونش جاهز. تسنينا 14 سنة، هاد السلطات تماطلات 14 سنة، ولكن مني دخلت 2018 حساونا في نهار واحد لتنفيذ واحد المخطط، ما عرفناش شكون اللي مدعمو، واش المافيا العقار. هذا المخطط دابا ما كملاش السنه وهما بواحد السرعه واحد الوتيره باش تنفذوه، اللي غريبه لو كان نفذوا المشروع اللي هو تيضمن الحقوق ديالنا الاجتماعيه الاقتصاديه النفسيه. دابا راه الناس نفسانيا دمرت هاد الناس، وكنلاحظوا عاوتاني واحد الغياب ديال المنتخبين اللي هو ملي تنشوفوا حنا قرينا المشاريع، حنا راه مطالعين بالسياسه ومتابعين هذا النضال ديالنا، راه المرجعيه ديالنا راه الخطابات الملكيه والدستور المغربي، حنا وقا ولاد البرارك واني مندمجين في الحياه السياسيه وباغين هذاك المبدا نرسخوه، لان ملي شنا حنا الفساد وشنا هذا الشيء ندمجنا باش نرسخوا هذاك المبدا اللي تينادي به صاحب الجلاله، الا هو ترسيخ مبدا ربط المسؤوليه بالمحاسبه. ومن ديك الساعه اللي بغى الله يكون راه غيكون. شكرا. شكون حنا؟ الدوار عاش بغينا العاصمة. شكون حنا؟ الدوار عاش بغينا العاصمة. حرية. السلام عليكم، معكم العباق عثمان من ساكنة دوار القرعة بحقب يعقوب المنصور بالرباط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنا اليوم هنا هذه الوقفة هذه كنوهوا بالسكن لائق بمدينه الرباط. حنايا واحد السكان كنتواجدوا بهذا الحي ما يزيد على 100 سنه، وجدودنا والدينا الله يرحمهم كانوا كيديوا واحد السومه كرائيه سنويا، الا ان مؤخرا كنشوفوا بان المسؤولين ديال السلطات بغاو يهجرونا لعين عوده وتمسنا. كيف يعقل واحد المواطن عاش في مدينه الرباط فكما كنقولوا الحضاره وغادي نهزوا نديه للعروبيه؟ كيف يعقل؟ وحنايا تشلينا الملك اخر تدشين 2004 واحد المشروع سميتو دوار الكره دوار القرعه. المشروع ترصدات لي واحد المبالغ ماليه مهمه، وهاد المبالغ تخسرات، والارض اللي دار فيها المشروع باقه، وفين مشى هذا المشروع هذا؟ كيفاش واش هاد الناس كيدرقوا على بعضياتهم؟ واش كيخافوا من بعضياتهم؟ كيف يعقل؟ واش حنا ماشي مواطنين؟ الشعوب راه كترقى من الدوله ديالها باش ترفع الاعلى، ماشي باش دير الادنى. واش حنا تا ولدنا وليداتنا هنايا عاد غادي نهجروهم للعروبيه؟ هذه راه جريمه انسانيه ضد الساكنه
فلهذا حنا كنجدوا جلالة الملك محمد السادس وكنناشدوه بان راه هاد الناس هادو بغاو يشردونا حنا وليداتنا من المدينه ديالنا اللي ترعرعنا فيها وكبرنا فيها ولدنا وليداتنا فيها. والدينا راه جاو شباب لهاد المدينه وولدونا وشاب وماتوا وولدونا حنايا وشبنا وراه غادي نموتوا هنا. أنا سميتي فاطمة زهرة ميمشي، كنعيش دول قرعة من الطفولة متاعي. أنا متوفر لي أنا جميع الأشياء، كيفاش يمكن لكم نتوما المسؤولين تديوني تديوني العين عودة؟ وأنا يمكن لي متمكن لي أنا جميع الأشياء مثل مدرسة، مستشفى، صيدليات، تدريس، كل شيء. أنا ما يمكنش لي كطفلة كنسكن في العاصمة غير نجي ونهجروني العين عودة، وهنا متوفر لنا كل شيء، والدينا كيخدموا هنا كل شيء هنا. كيفاش يمكن لي أنا نمشي العين عودة ووالدي عادي يجوا من العين عودة اللي هنا خدموا؟ هذا الشيء غير ملائم. انا كنتمنى المسؤولين يرجعوا يدرسوا هذا المشكل.